احنا اهل الكتاب اهل القرآن مختلفين بالفروع. بطبيعة الحال الاصول اكو اتفاق عليها، لكن الاختلاف بيش؟ الاختلاف بالفرع. كيف يعني الاختلاف بالفرع؟ هذا مثلا انا القى واحد يتوضى يغسل اذنه، لما يغسل اذنه اقول له ليش؟ يقول لي انا استفيد من الايه، الايه تقول اغسلوا وجوهكم. الوجه شنو هو اللي يواجه الانسان؟ واللي يواجه الانسان ياهو كل هذا انا يواجهني اشوفه قدامي، حتى الاذن اشوفه، فاذا انا مامور بغسلها. ما اقدر اقول له ان انت كذا منك انت غلطان، لا، اقول له انت دليلك شويه ما بدقه، لان الوجه مثلا عرف عرفا هو هذا ما تدور عليه الابهام والوسطى هذا. ذول اللي يقولون الوجه هذا المقصود يقولون ان الروايه اللي وارده عن النبي صلوا كما رايتموني اصلي، النبي كان متوضا يتوضا هكذا، يقول ذاك لا، يقول لك انا افهم من الايه ان الاذن تدخل. فاختلاف بفرع، اما الاصل لا، ما باختلاف، غسل الوجه واجب، هذا ما باختلاف.